موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. صحيفة تركيا تكشف عن مساعي دبلوماسية لدول عربية تعمل على فتح آفاق حوار بين دمشق وأنقرة تتركز على إعادة 1.5 مليون لاجئ سوري إلى وطنهم على مدار نحو 20 شهراً. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يقول إن تطور الأحداث في أوكرانيا لم يؤدي إلى أي مشكلات لتركيا في محافظة إدلب السورية، مؤكداً عدم وجود أي تغييرات جوهرية في الشمال السوري. عضو القيادة المركزية فيما يسمى حزب البعث التابع للنظام مهدي دخل الله يكشف عن تفريغ ناقلة قمح في رومانيا كانت قادمة إلى سوريا وإعادتها إلى بلدها، إضافة لاحتجاز ناقلة نفط إيرانية كانت في طريقها إلى سوريا. اندلاع حريق ضخم في منزل بمنطقة القنوات في دمشق مخلفا أضرارا مادية دون تسجيل أي إصابات بين الأهالي. طلاب ومكتب الطلبة في جامعة حلب الحرة في إعزاز شمالي حلب يطلقون حملة لدعم الطلاب في المرحلة الجامعية بعنوان لنكمل المسير بهدف تسليط الضوء على معاناة الطلاب ومشكلاتهم. منظمة أنقذ الأطفال تقول إن الأطفال في مخيم الهول بريف الحسكة يعانون من كوابيس القتل والعنف وصعوبات في النوم، إضافة لفقدان الشهية واليأس جراء تعرضهم المستمر لمشاهد العنف.